يسعد مساكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد. وسعدنا لهذا الأسبوع استضافة الدكتور أحمد تقي الدين. بداية دكتور أحمد أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. خلينا في البداية نتعرف بشخصك الكريم أكثر. الله يبارك يعني فيك. بعيدا عن الألقاب أول شيء أحمد تقي الدين، شكرا لزيارتكم مركزنا مركز الإمارات الدولي الطبي، وأنا سعيد باللقاء ببرنامجكم نبض الاتحاد. أنا دكتور أحمد تقي الدين، طبعا من مواليد سوريا، عشت معظم حياتي الأولى بسوريا، درست تخرجت من كلية الطب سنة 1985. أنا أول شخص أخذ البورد العربي بالداخلية بسوريا سنة 1990، بعدين تابعت اختصاصي وتخصصت بمجال القلبية والأمراض القلبية، وحصلت على شهادة الاختصاص بسوريا بهالمجال. بقيت لكم سنة؟ هلا أنا اشتغلت كاستشاري أمراض داخلية من 1990 ل 1995 مشفى جامعة دمشق التعليمي، اللي هو كان بهذاك الوقت أكبر مشفى وما يزال طبعا من أكبر المشافي بسوريا. بعدين اتجهت للقطاع الخاص واشتغلت، كنت انهيت اختصاصي القلبية واشتغلت من 1995 كمان بواحد من أكبر مراكز بسوريا بموضوع القسطرة والتوسيع وزرع الشبكات. نعم. وكنت المشرف على قسم القسطرة القلبية بدار الشفاء من 1995 ل 2012 تقريبا. هالوقت هذا كان كله مخصص ل يعني كل حياتي تقريبا متفرغ أو معظمها كان مفرغة لمجال خدمة المرضى بموضوع القسطرة والشبكات والتوسيع. مشيت معه بخط ثاني، كان في حاجة يعني في عندي فكرة انه المريض مو فقط علاج، لازم نروح للوقاية، لازم نركز على الجزء الوقائي. يعني دائما بيجيني المريض دائما عبارة عن حالة اسعاف، بده شبكات، بده توسيع. طيب قبل بسنتين ثلاثة المريض وقت كان عايش وين انا بالنسبة له، شو بدي اخدمه؟ ففكرت ببناء منتجع كبير بسوريا، وأخذت أرض كبيرة جدا على أساس أعمل منتجع للحياة الصحية. يعني الإنسان يجي بفوت اختياره، لكن بيعيش إجباري خلال شهرين مثلا، يعرف كيف يعمل رياضة، كيف يمشي، كيف يأكل، كيف يخفف وزنه، يوقف التدخين، يحافظ على أدويته. إذا عنده سكري يحاول يعالجه عن طريق الأدوية، استمرار من الأدوية مع الحمية مع الرياضة. إذا عنده ضغط نفس الشيء. كانت فكرة جديدة بسوريا؟ غير موجودة، غير موجودة. طبعا أخذت أرض كبيرة كتير، يعني عبارة عن خلينا نسميها جبل كبير، وبلشت بالأشياء الأساسية، لكن ما حسنت أكمل مشروعي بسبب الظروف، لذلك قررت أنه أنتقل على يعني على أرنة فيها فرص خلينا نسميها. يعني حبيت أنه ايه طبعا، فلقيت ان دولة الامارات دولة يعني مشجعة لهالافكار، ممكن الانسان يعني فيها ما في محدودية، خلينا اقول ما في محدودية للعمل في الانسان، وهي دولة عبارة عن قصة نجاح. يعني هي عبارة عن دولة مبنية من قصص نجاح، من قصص نجاح متكامل، يعني ما في شخص هو موجود هون الا هو قصة نجاح بحد ذاته. فلذلك حبيت انه يعني أنا أكون واحد من الأشخاص يلي يحاولوا ياخذوا فرصهم هون. طبعا أنا استمريت بعملي بالطب، اشتغلت بعدة مراكز هون. أول ما أجيت كان بالمشفى الملكي، بس ما استمريت إلا فترة قليلة. بعدين يعني انتقلت بسبب ظروف إدارية بالعمل، اشتغلت بأكثر من مركز، بعدين قررت أخذ مركزي لحالي. هذه الفترة اللي كانت تشتغل فيها بمراكز تانية حوالي سنة، لا موجودة الفكرة، لكن تعرفي أول ما جيت هون بدها مثلا تعديل شهادات، بدها تعديل اختصاص، هذا إجراءات يعني ما في تطابق بين السيستم أنت اللي ببلدك بسوريا وهون، فبدك يعني خلينا نقول الواحد كأنه عم بلش من جديد. نظر النوعية اللي صارت بحياتك من سوريا، عندك المركز الخاص فيك، عندك كل شيء خاص فيك، فجأة انه ما بدي احكي كل شيء راح، بس انه نقلة بحياتك اليوم تغير الواقع. خلينا نكون صريح، شيء اثر ايجابي بشكل سلبي؟ لا، الواقع انا خلينا اقول كان ايجابي، لانه انا ما بخفيكي يعني بالاضافة للعمل الطبي مثل ما شايفة، يعني وقت عم تحكي عن منتجع، وقت تحكي عن مواد صحية، عم تحكي عن بزنس، هذا عن عمل تجاري طبي. فأنا كوني مفكر فيه بهالموضوع، أنا ما بخفيك من حوالي 2006 أنا مبلش مؤسس شركة للمواد الطبية والصحية بالإمارات، بس ما كنت مداوم.
طعم، كنت اجي كزائر ما كنت يعني عم بشتغل فيها بشكل رسمي، يعني حاططها بالخط انه بالذهن موجوده، فاجت هالظروف. فالانسان مع يعني صحيح كان ظروف شده بدنا نسميها، لكن حاولت تكون ايجابي معها، وبالتالي عوض ما استسلم انه بدنا نحسنها، فحاولت اركض لقدام، يعني حاطط خطه انه لازم اعمل بزنس وعمل طبي او تجاري بالامارات من زمان، بالطب نعم من 2006 يعني هذا مقرر فيه انا ومبلش فيه فعليا بال 2013 بلشت نعم، لكن ففعليا اجت الازمه خلتني انا اضطر وكمل بهالطريق. فاشتغلت بالمجال الطبي طبعا، بس يعني انا من بدايه حياتي بالطب كنت مقرر يعني انه انا مثلا بتخرج طبيب عمره 25 ل 30 سنه انه لازم يشتغل حوالي 5 قدم بالطب وكفى، بعدين لازم، مو معقول يضل طبيب مثلا عمره 60 65 سنه عم يلبي حالات الاسعاف، عم يفيس لانه مجال طبيب القلبيه، مجال مريض طبيب القسطرة هو مجال إسعافي، بده يلبي على مدار الساعة، صح. مجال متعب يعني. أنا بذكر أول 15 سنة من حياتي يعني معظمهم بقول كنت مثلا فوت على المستشفى الساعة 7 الصبح، بس ما أعرف إمتى أطلع، غالبا 12 واحدة تنتين بالليل يعني شبه يومي، فمضطر مريض ورا مريض إسعافي. فما بحسن أنا أنه نفس هالتجربة كنت لهون، لذلك هون مثلا أنا ما اشتغلت بالقسطرة، حولت لمجال العيادة حتى أحسن يكون عندي وقت تاني، يعني أخذت قرار أنه أنا موضوع القسطرة ما عاد مناسب لوضعي، رغم خبرة 20 سنة بالقسطرة، حطيته أنه أنا يعني يمكن حسيت أني قدمت الخدمة الكافية للمرضى، يعني واجبي بهالموضوع اللي تعلمته قدمته. يعني بتذكر يعني 20 سنة معدل 10 مرضى يوميا بالضبط، فالاف صعب، لكن في الانسان بده يعترف انه يعني في خدمات ثانيه بده، يعني مو معقول نضل عم عالج المرضى بعد المرض، خليني اروح لاتجاه ثاني اللي هو انه ليش هالمرضى عم يوصلوا لهون. لا بالضبط ليش مريض السكري بيفشل بضبط سكره لا يمرض، مريض الضغط 90% ما بيضبط ضغطه، مريض زيادة يعني الوزن تكون في الجزء الوقائي، لازم الجزء الوقائي، المدخن من المستحيل تلاقي ترك الدخان. طيب نحن عم نفكر لو عملنا مكان أو منتجع أو مكان نسميه صحيح هي إقامة راقية وأشبه باللكجري والأوتيلات أو منتجعات، لكن فيها برنامج قاسي بده يكون ومضبوط من ناحية الحمية، من ناحية الرياضة، من ناحية الالتزام بالتعاليم، من ناحية هالأمور هي، يعني بيعيش حياة منتجع مع لكن صحيح. مع جانب صحي مهم جدا بحيث بعد هالشهر او الشهرين هلا هون لساتني هلا هون انا عم فكر بتامين بعض المواد الصحيه، يعني المواد يعني لسه ما طبقت الفكره بشكل لا لسه، لانه هون المشروع الواقع بعد ما درسته طلع البادجت يعني مهول شوي طبعا، هنيك مثلا كان أنا على الاقل عندي الارض اللي هي مثلا ارض عم نحكي عن عن مثلا عن يعني 300 الف متر يعني عن 300 الف متر مربع مثلا ارض او اكثر كاني، فعم بحكي عن مساحه هون انا ما عندي لسه هالامكانيات، بس عم بشتغل فيها طبعا، هون بدها شغله. وهون كمان البلد بحاجه جدا، يعني هون كل الناس عندهم هالمشكله عم يسافروا لبرا، يا بيروحوا على تايلاند او بيروحوا على التشيك او بيروحوا على بعض المناطق، كل العلاج مو الطبي المباشر، ما حول الطبي تبع الحياه اللي بنسميها الحياه الطيبه اللي هي الويلبينج يعني، او الحياه الهيلثي لايف، او الحياه الطيبه نحن لازم نسميها بالعربي، انه الانسان يعيش حياه طيبه ما يكون معتر بالضغط وبالسكري وبالتدخين وبزياده الوزن. فهي بدها يعني كل الناس اللي عم يلزمون هالأشياء عم يطيروا يسافروا برات، يعني ما في مكان كتير مخصص. فبضمن خطة الإمارات لتكون هي أحد المناطق الجاذبة للاستثمار الطبي أو للسياحة الطبية، اللي هي خطة موضوعة من قبل الدولة يعني ومركز عليها كتير، لازم يكون في فكرة منتجعات طبعا. أكيد. بدها تعاون، بدها ممول قوي، بدها صحيح. احنا قبل البرنامج يعني تعرضنا لكذا شغله، انه انت حتى في عندك الادوات الصحيه عم بتحاول انه انت تشتغل بهذا نعم. المجال او تدخل في هذا المجال، منها اللي هي كانت مياه هي بلشت بابسط شيء ممكن نساوي، انه الانسان لازم يكون صحي بدءا من المي اللي بيشربها. طيب نعم، دورت على وين المي مثلا ممكن تكون صحيه اكثر من غيرها، وين مي مواصفات المياه، بعد دراسه طبعا عن خبره 20 30 سنه حاليا بالطب،
بالمجال. فالمهم بالمياه بعض المواصفات، لقيت مثلا مية جبل فوجي، مياه جبل فوجي باليابان اللي كانت ما بتتصدر برات اليابان، هي مياه تقريبا إلى ميزات كتير 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 خاصة، فهي من أعلى البي اتش الرقم الهيدروجيني بالعالم تقريبا، يعني معظم المياه البي اتش تبعها 7-7.5 هي 8.4 عالية جدا. الناس بيستهينوا بفكرة 7.5 ولا 8 وقت عم نحكي، طبعا لأنه وقت عم نحكي على الرقم الهيدروجيني، الرقم مثلا إذا في بعض المياه طبعا وموجودة بالأسواق ومياه فاخرة ومعلبة وكل شيء، بس عم تلاقي إنه الرقم الهيدروجيني تبعها 6، شو يعني 6-8؟ يعني 6-8 كل واحد نحط صفر زيادة، 6-8 يعني إذا عم نحكي عن 6-8 قريب 9 هون 3 أصفار، يعني 1000 ضعف فيها جذور حمضية بالمياه اللي فيها ستة، فيها جذور حمضية 1000 ضعف أكثر من هي. الجذور الحمضية معروف على أثر السيء على المعدة، أثر السيء على العظام، أثر السيء على الكلية. فنحن بدنا ندور على مياه صحية، طبعا كل ما كانت بي اتش أعلى ضمن حدود طبعاً الإنسان، طبعا الدم البي اتش تبعه 7.0، بس لأشرح لك شغلة بسيطة، 7.35 ل 7.45 هي البي اتش تبع الدم تبع الانسان الطبيعي الصحي. اذا بتنزل تحت السبعة الانسان بيكون يعني غير قابل للحياة، واذا بتطلع فوق 7.6 غير قابل للحياة. فهو عم نحكي عن هالارقام، فلذلك المي شغل مثلا البي اتش شغلة مهمة جدا بتساعد. فهي المي مثلا هي احد ميزاتها. ميزتها الثانية انها غنية بمعدن الفاناديوم، كل مياه الفاناديوم عادة نسبته حوالي 2 ميكرو بالالف، يعني باللتر بالمياه العادية. هون المياه النسبة فيها بجبل فوجي بين 80-150 ميكرو، يعني حوالي 40 طبعا الفاناديوم اليوم هو عم ينحكى فيه لمرضى السكري ولتخفيف الوزن، اللي انا المجال اللي يعني ليش انا اهتميت بهالمعدن. طبعا كل مياه لها ميزاتها، فهي مي ممتازه وعم توصف لمرضى السكري ولمرضى ولراغبين بتخفيف الوزن. فاشتغل فيها طبعا حوالي 2 أو 3 لحصلت عليها الـ FDA، لحصلت عليها شهادة الجودة اليابانية، شهادة الجودة الإماراتية. طبعا بتاخد لأنه بتعرف اليابان أساسا كان جبل فوجي محمية ممنوع تصدير، كمان اشتغلنا يعني كان ممنوع تصدير طبعا محمية وما زال محمية لكن مسموح الآن بس بالنسبة للمي. ف يعني هي مثلا اخذت مني وقت وشغل، هي احد المنتجات، عم ركز على بعض المنتجات يللي طبعا الفكره يعني كانت بدايه للطريق اللي يعني خلي اقول قد ما بحسن انا الخطوه اللي بحسن ساويه انه هلا خليني امن بعض المنتجات لسه يعني نوفر كل الموجود، لكن ان شاء الله موجود وعم ببحث على الشخص المناسب لنلاقي ارض. يعني البلد بلد فرص وبلد عمل وبلد قصه نجاحات، يعني مبنيه من قصه النجاح. فإن شاء الله يعني التوفيق من رب العالمين، حسننا ما حسننا يعني بيكون على الأقل عملنا خطوة يعني أو طرحنا فكرة أو هي يعني الموضوع ما في إنسان هو إنسان بيساوي كل شيء، كل بده يتعاون أكثر من شخص. خطوة إن شاء الله بتوصل للي وفعلا فكرة الفوتة على الطب الوقائي يعني ما هي هي بزنس فقط، يعني أنا بالنسبة لي هي أنا ما بدي يعني بدي أطلع عن مجال الطب لكن أبقى بالطب بالجزء المفيد من الطب، خلينا نقول يعني أنا برأيي بعد 20-30 سنة شغل بالطب هو أهم من الجزء العلاجي، الجزء المهمل والرخيص خلينا نسميه غير مكلف. الوقاية عادة غير مكلفة، العلاج يعني أي مريض إجا على المستشفى ليعمل مثلا شبكة ولا عنده تضيق ولا هذا عم يحط مبالغ مهولة، ما عدا أثره قبل ما أوصل لهالمرحلة ما عدا أثره النفسي والصحي عليه وعلى عائلته. ف يعني لو خصص كل انسان، يعني انا هي فكرتي، كل انسان عارف مثلا عمره 50 سنه عنده ضغط عنده سكري او مدخن، لو خصص كل سنه شهر مثلا يروح يقعد بمنتجع انه هذا الي، ان لنفسك عليك حقا، هذا الشهر الي لنفسي، بيطفي جواله وبيطفي كل اتصالاته، بيقعد للرياضه للاكل الصحي لتغيير نمط حياته. يعني طبعا هي داخل انه انت عم تحكي او حتى اسبوع غير كافي الواقع، بدك واحد حتى يتعلم، حتى لازم يعني مثلا بهالمنتجع نعلمه شلون يطبخ هو، شلون يحضر اكله الصحي، يتعود
يعني عم نحكي عن شهر، عطى لحاله شهر لو كل سنة أو سنتين لحتى يعرف أو يعمل ريسيت كل مدة. طبعا الإنسان أكيد بعد شهر حيرجع للنمط الروتيني والأخطاء بالأكل والأخطاء باليوم عندي عزيمة، بس بيرجع بيضبط حاله كل مدة. فمثل ما في مثل ما في رمضان، رمضان ما هنعيش كل حياتنا رمضان، بس رمضان أكيد عم يفيدنا باقي السنة. كمان إذا عملنا شهر كل سنة أو سنتين لتحسين صحتنا، فكرة كتير واردة وممكنة. إن شاء الله غير مكلفة لكم، وإن شاء الله إنه تحققوها بأقرب وقت إن شاء الله. بالنسبة لمركز الإمارات الدولية، طبعاً مثل ما قلت لك أنا اشتغلت أول سنة أو سنتين كموظف عند لأنه جاي ما عندي الإمكانات فوت بكل طبعاً أكيد. بالإضافة عندي شركة طبية صغيرة، لكن الشغل الأساسي كنت بشتغل بمركز الملكي، اشتغلت بالمركز الطبي اللبناني، بعدين قررت انه انا اخذ مركز لحالي، فبقى مع زملائي. كان هذا لقينا هذا المركز كان عباره عن مركز صغير فقط معالجه فيزيائيه، ما كان في ما كان مركز عياده، ما كان اليوم هو عباره عن عياده فيها عندنا 12 عياده، في عندنا القلبيه والداخليه والطب العام والاسنان وعياده الكليه نعم والنسائيه والاطفال، بالاضافه لاستمرارنا بالطب الفيزيائي. فيعني كبرنا المركز بامكاناته خلينا نقول، وخلال سنتين او ثلاثه المركز يوم وقف على رجليه بلش نعتبره انه مركز. يعني برايك اليوم اي انجح فكره انه انا افتح هذا المركز وادخل فيه جميع المجالات الطبيه، ولا اضلني انا في تخصصي ومجالي وانعرف في هذا المجال؟ هلا هو الطريقين موجودين يعني بكل العالم، في يعني بس اليوم عم بتزيد فكره المراكز انه انا عم بفتح مركز بكون انا مثلا متخصصه في مجال، بس بفتح جميع التخصصات ممكن او جميع المجالات. هاي موجوده وشائعه كثير اليوم، وشائعه. وهي الفكره انه فكره المريض، المريض وقت عم يجي مثلا بيجي يقول لك عم يجعني بطني، عم يجعني هون، طيب هذا قد يكون باختصاص الصدريه او القلبيه او الهضميه او بالمفصليه، يعني او الفكره انجح طبعا، لانه بحوله انا لعند طبيب ثاني انه والله يعني بقدم له خدمه. اما اذا انا على مركز واحد يعني كثير بيجي مثلا هون مريض جاي انا والله كتفي عم يجعني بدي علاج فيزيائي، هذا مريض بجوز يكون نقص ترويه، بجوز عنده مشكله بقلبه بدي اسوي له تخطيط اسوي له. فالمريض مريض عم يجي لشكوى من عرض انا بدي، بس قد يكون باختصاص ثاني. فوجود اكثر من مركز بالعكس يعني كل ما تكامل المركز. صحيح. طبعا ما يعني المراكز اللي هي البولي كلينيك هي المستقبل، هي حتى المشافي الكبيره احيانا معقده بالنسبه للمريض، مخيفه اللي روح على مستشفى، كلمة مستشفى مخيفة. وقت عم تقول له عيادة ولو كبرتها شوي عم تقدم خدمات قريبة من المستشفى، ما عدا المنامة، فبيتقبلها نفسيا انه جاي انا على عيادة. والتعامل اسهل يعني بدل ما افتح المستشفى معناتها في ريسبشن كبير، روح لهون تعال هون، وهذا احيانا المرضى ما بيحب هالفوتة هي الكبيرة. فتكون العيادة صغيرة لكن فيها خدمات كثيرة ومرتبطة بشغلات قريبة، يعني صحيح. طب داخلي، طب يعني برأيك هذا كان سر النجاح أو سر الاستمرارية لليوم؟ أحد أسبابه إن شاء الله، بالإضافة إلى ظروف هلأ الظروف مشجعة بدولة الإمارات، ظروف العمل مشجعة، هي ظروف يعني بدها إنسان يضل عم يلاحق، يضل عم بتخلي الإنسان صحيح يضل عم يركض، بس هي يعني الإنسان يلي متعود على هالحياة بلاقيها ممتعة إنه عم يلاحق أموره يوم بيوم. يعني دكتور احمد احنا بنتمنى لك ان شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح والاستمراريه، ما حسألك عن طموحك لانه احنا بهالمنتجع اللي ان شاء الله عن قريب ان شاء الله ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله في اماكن رائعه بالامارات للاستثمار، يعني سواء واحلى على فكره انا المنطقه اللي كنت عم دور فيها هي منطقه الفجيره بسبب هالجبال الهيك المنعزل، لانه المريض وقت تاخذي على منتجع ايوه لازم فعلا هي منطقه يعني مثاليه لهيك اشياء. اليوم زي ما حكيت حضرتك يمكن انت من احد الاشخاص اللي اكثرهم بيعرفوا عن موضوع الامن والامان. احنا انتقلنا يمكن من بلد كان اوضاعها مش مستتبه مش ما بتطمن لبلد فيها امن واستقرار وامان. يمكن الاشخاص اللي لهم اكثر احقيه يحكوا عن هذا الموضوع هم الاشخاص اللي عايشوا هدول الوضعين. هالمنظومه هالنعمه اللي موجوده اليوم في دوله الامارات قديش لها دور برايك على الاستثمار طبعاً بشكل عام؟ طبعا الاستثمار بده بيئه ثابته او مستقره او شعور بالامان، يعني اي انسان يعني لازم يكون في شعور بانه انا عملي مستقر، امني مستقر، ما بخاف امشي بالطريق، ما بخاف من اي مساءله، ليش عم سويت، ليش بعت، ليش عملت، ليش يعني انت طول ما انت عم تشتغل ضمن القانون فما حدا له عليك. هي اهم نقطه انه ما حدا له
بوجودها النعمة عم بفكر كيف بفكر انه كيف فيني انا اطور الاساسيات لانه هي اساسا موجودة. نعم 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 اكيد ان شاء الله احنا اكيد نتمنى لهالبلد ان شاء الله ان شاء الله وللاحسن ولل باذن الله باذن الله اكيد هذا بفضل رب العالمين الحمد لله. لكن احنا ما بننسى الايادي البشريه والقوى البشريه اللي ربنا حطها على الارض لحتى تحافظ على هالنعم الحمد لله الحمد لله. شوفوا حكام الامارات انهم فضل الكبير على اكيد هالبلد. اكيد بدنا نوجه لهم رساله شكر عبر ان شاء الله. نحن بنشكر شيوخ الامارات على استضافتنا اولا وعلى اتاحه الفرصه للعمل واتاحه الفرصه لامالنا لتحقيق لاحلامنا. كل انسان هو عباره عن انسان بده يشعر بالامان لنفسه ولعائلته وبده يشعر بامان لاماله وطموحه كمان، فيحسن يحققها ويحسن يفكر بالمستقبل انه انا عندي فرص فيني عيش لشوفها ولا تكون محققه. نشكرهم جميعا. الله يبارك فيك وشكرا ديم على هالبلد. بنرجع بنحكي امنها وامان. امين امين امين. شكرا. كلمه اخيره لمين بتحكيها عبر البرنامج؟ المشكلة الفضل لله رب العالمين. وكل يعني أي إنسان يعني أثر بحياتي لا ما بنسى طبعا والدي الله يرحمه، والدتي، أخواتي، أسرتي كلهم كانوا داعمين إلي من صغري أكيد لحد كان عندي هالطموح. الظروف اللي عشت بها البلد كمان، جو الإمارات أنا بسميه بيئة استثمار، بيئة آمال، يعني لكل أيوه اللقاء الطيب وعلى هالكلام الرائع. شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا 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 كثير. الشكر لي الدكتور احمد تقي الدين وعلى توجيهكم الله على امل الشفاء بكم. في شفاء